اللي متابعنا من 10 سنين مع العلم والإيمان قطعا شاف كتير من العجائب. شفنا سوا النباتات المفترسة، ازاي ان اوراق بعض النباتات بتتحور كده زي الصوابع وتمسك الحشرة وتاكلها، اوراق تانية بتتحور تبقى زي كوز مليان مادة صابونية تزحلق عليها الحشرة وتهضمها وتاكلها، اوراق تانية بتبقى زي الكف وعليها مادة صمغية وتيجي الحشرة تلزق عليها وتهضمها وتاكلها، اوراق تانية عاملة زي مصيدة الفار من ضرفتين كده تقفل وتصطاد الحشرة وتاكلها. شفنا النباتات اللي بتخزن المية في الصحراء، والسيقان النبات بتبقى عاملة زي براميل المية اللي هي أنواع الصبار بكل أصنافه وأجناسه. شفنا البذور المجنحة اللي بتعمل رحلات كيلومترات وأميال لغاية ما تلاقي المية وتنزل عشان تنمو. شفنا النباتات اللي بتشعر باللمس وتشعر بالضوء وتشعر بالموسيقى. أنواع من النباتات لما تبقى موجودة في البيوت اللي فيها موسيقى جميلة بتنمو أسرع وأحسن وأقوى من ما تنمو من غير موسيقى. في أنواع من النباتات بتحس بالبيئة، البيوت اللي فيها حب والبيوت اللي فيها كراهية. من بلاحظوا أن بعض النباتات لما تنمو في بيوت فيها حب وتفاهم ومودة بتنمو نمو أحسن وأسرع، بينما إذا اتحطت في بيوت فيها شجار وخناق تنمو نمو ضعيف. آخر تجارب عملوها على النباتات تجارب عجيبة قوي. في أنواع من النباتات الورقة الخضراء بتطلع تيار كهربائي اللي هو ترجمة للنشاط الحي في الورقة الخضراء لغاية كده معقول، لكن لاحظوا حاجة غريبة قوي، إن لما يبتدي الواحد يفكر إنه يحرق الورقة وتجيله نية حرق الورقة ويبتدي يطلع علبة كبريت ويشط عود الكبريت بنية إنه يحرق الورقة، قبل ما يقرب من الورقة يطلع من الورقة تيار كهربائي خاص، نبضات خاصة كما لو كان نبضات فزع تترجم إن الورقة الخضراء دي حست بالنية، حتى مش قبل ما يبتدي الإنسان يقرب منها حست بنية الإحراق. برضو عملوا تجربة عجيبة عن نفس النبات ده، برضو لما يبتدوا يحرقوا نبات جنبه فيتعاطف معاه ويطلع نفس التيار الغريب اللي هو فيه استشعار الخوف أو الفزع أو إلى آخره، لدرجة أنهم طلع علم جديد دلوقتي في أمريكا اسمه سايكولوجي أو بلانتس أو سايكولوجية النبات، وده علم عليه ده يعني جدل كبير قوي، بعضهم بيرفضوا خالص وبعضهم بيناقشوا وبيجيب براهين وشواهد وتجارب. المهم يعني دوشة كبيرة جدا على حقيقة خطيرة إن النبات يقدر يشعر بنيات الشخص اللي قدامه ويتفاعل معاه. طبعا ده مش بعيد، لأن فعلا النبات بيشعر باللمس والضوء، وزي ما قلنا التجارب اللي عملناها في نباتات في بيئة موسيقية بتنمو أحسن من النباتات اللي بتحطها في وسط دوشة، أو نباتات في وسط بيت في حب غير نباتات في بيت في كراهية. يبقى إذن المسألة يعني مش بعيدة.